النبي محمد يا وارد الأنس والفراخ في السهر أزهت ما بفؤادي من لظى كدري يا وارد الأنس والفراخ في السهر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bin yadli rida illahu bishafa'at rasulillahu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibana wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati wali walidayya husan ila hadrati sultanin awliya wal imamil ulama sayyidina syahadul qadir al-jailani radiyallahu ta'ala anhum wa ila hadri jamil awliya anbiya wal mursalin husan sayyidina khidir wa sayyidina ilyas wa sayyidina idris wa sayyidina isa wa sayyidina safa bis safa alaihi wa salatu wa salam summa ila hadri jamil malaikati allah husan sayyidina jibril wa sayyidina mikail wa sayyidina israfil wa sayyidina izrail wa sayyidina kandiya salim wa salatu wa salam summa ila hadri jamil sahabati rasulillah husan sayyidina abi bakar siddiq wa sayyidina umar bin khattab wa sayyidina usman bin affan wa sayyidina ali bin abi thalib karamallahu wajhahu wa ila hadrati husan Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Qasah wa Sayyidina Wasil Qarni wa Sayyidina Nabi Malik wa Sayyidina Sahabati Rasulillahi Ajma'in wa ila khaldi jami'a uliya illah wa Sayyidina Mujibur Rahman wa Syahil Indonesia Syabakir Suma ila khaldi Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Rashid wa ila khaldi Syekh Abdul Karim wa ila khaldi Syekh Abdul Rahim wa ila khaldi Syekh Syaman Sayyidina Manuhuri Syekh Subandari Syekh Ahmad wa ila khaldi khususan Sunan Kudus Jabar Sadiq Sunan Muria Sunan Umar Said wa ila khaldi Sunan Kalijaga Retan Syekh wa ila khaldi Bin Fatah Tima wa ila khaldi khususan fi hadil qurya terus ana gerung lara anallahu yaghfir lahum wa yarhamu wa yulid darajan fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wad dunya wal akhirah wa ila hadrati husain sahib sindu durrul habib ali bin muhammad bin husain al amshi wa usulih mufruhihim ghafarallahu lana wa lam bishir al fatiha فيا أيها الرجون منه شفعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل إمام بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أمام بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على يا ربي صلي على محمد وسلم وسلم
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا يا حبيبي. إني لزرتك بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقولوا. I'm not afraid to die.
Oh,
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجد وعدم شان خلق الخلق لهكمة وطوى عليها علما وبسط من فائد المناد ما جرت به في أقداره الجسمة فأرسل لمن شرف خلقه وعجل بيده رحمة تألقت صراداته الأزلة في خلق هذا العبد المخبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادة والغيوب فما أجرى هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من خضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجلى انقضى من دشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنخسر أفراد بتعداد
ولا يمل التكرار بكسرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورتها ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسرار في الأكوان فما من سر تصل به قلب منيب إلا من صوابك فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عمل أنا من والى بحبيب بحبيب عمل أنا من والى يا لقلب يا لقلب Hola.
وبارك عليه وعلى آله. فسبحان الذي أبرز من حضر الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجد هذه البشارة تلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تنبض بها في الصدور من الإيمان قائده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة اندثر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بهج العبودية وأبرز فيها في خلة الكمال وقام بحج الربوبية في موادن الختمة لله وأقبل عليه غاية صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به فيمجد في قلبه نور سر دربه وحبه ويكتب بها بين يد الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتفيئوا من الشرف الأصلي بوده وحبه ما أعطى أقوال بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. وموضوع عن كسب هذه الدرد المكنونة والجورد المسؤول والقرن كله يصبح ويمسي في سرور وابياج بقرب ظهور اشرق هذا السراج والعيون مدشفة إلى بروزه متشوكة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت فاس العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل هملت في ذلك العام إلا تسفي أمرها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تجد الأرض والسماوات متضم خدم من فرق ملاقات أسرى في البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تركه في البطون والظهور. فأثر الله في الوجود بعد تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف والتأثيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك لي ولا نسعدنا في الدنيا
فوزنا في الأخرى.
فحين قرب ونود هذا الحبيب أعلن السماوات والأرض ما فينا بترحيب وأمطار الجود الإلهي الوجود تفج وأنزلت الملائكة بتبشير للعالمين أدعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة غسف أسكنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق وكما على من ذم الله وله النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وادي أمة دانسا لجناب المشهود ومشاركة لها في هذا الزماد الممدود فحضر اسم توفيق الله سيد مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما اسم الله له من الشرف بالقسمة فنرد الذي رضب الله لحضور وجود هذا المولود فانفلس الجمال من النور عن نمود وبرز الحميد المحمود مذنا لله بالتذيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد يا ربي صل وسلم وصلى على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون وبدأج بوجود المصطفى Yeah.
أغسنا وأمدنا اقضي حوائجنا كلها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى حضرة جميع ملائكة الله خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل خصوصا ملائكة كاندياس وإلى حضرة جميع ملائكة الله خصوصا جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا سيدنا حدير وسيدنا إلياس وسيدنا إدريس وسيدنا عيسى وسيدنا الصوفى بصفاء عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه خصوصا سيدنا حمزة وسيدنا عكاشة وسيدنا ويس القرني وسيدنا ابن مالك وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سلطان الأولياء والإمام العلماء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم وإلى حضرة الشيخ مجيب الرحمن مقالونغان الشيخ إلى دوني جبارة وإلى حضرة الشيخ شباقير وإلى حضرة الشيخ عبد الرحيم الشيخ عبد الجليل الشيخ عبد الكرم الشيخ عبد الرشيد وإلى حضرة الشيخ سامان سيد منوري الشيخ سبندري الشيخ أحمد وإلى حضرة خصوصا جميع الأولياء الله في قرية غارونغ لور خصوصا تن أيو نينغ كوميسي wa khususan Mbah Pangeran Jelodoro khususan diridullah ta'ala wa rahmatuhu wa karamatuhu wa hadiyatuhu wa nuruhu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami' ahli al-kubur sedaya ahli kuburipun jamaah masjid jami' darul mu'minin wa insafula wa innala lanuki ahli kuburipun ingkang sami hadir nura wa rahmatan ta'imatan abadan ila yaumil qiyamah wa ila hadrati khususan sahratin maulana malik ibrahim wa hadis sahratin maulana jumatil kubra wa hadis sahratin maulana ishaq wa ila hadrati sahratin maulana al-maghrabi wa hadis sahratin maulana malik israfil hadis sahratin maulana wa Syekh Basanuddin Banten ulah hadis seratan Maulana Alidin Banten wa ila hadati seratan Maulana Syekh Subakir Gunung Tidar ulah hadis seratan Maulana Rahmat Ali Rahmatullah Sunan Ambel wa ila hadati Syekh Jafar Sadiq Sunan Kudus wa ila hadati Syekh Sarito Gunung Jati Serbon Syekh Sunan Giri wa ila hadati Syekh Panembahan Natin Syekh Sunan Kalijogo ila Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bunang wa ila hadati seratan Qasim Sarfuddin Sunan Derajat ulah hadis seratan Umar Said Muryo wa ila hadati Syekh Kanjeng Sunan Raden Kota Demak wa ila hadati Syekh Mi Abdul Qadir Pamijahan wa ila hadati Syekh Ki Ageng Bandanaran wa Magrib Barat Tite Syekh Sunan wa ila hadis Syekh Sengki Cokrojoyo wa ila hadis Syekh Haji Babulung wa ila hadis Syekh Fatina wa ila hadis Syekh Raden Yusuf Dagali Madura Syekh Raden Sandri wa ila hadis Mbah Rabbi bin Nur Ali bin Sukorojo Simbah Anwas Limbung wa ila hadis Kang Joko Bati Tembara Temanggung wa ila hadis khususan Simbah Ki Ageng Prayoko wa khususan Mbah Said Abdurrahman wa khususan Simbah Ki Khalifah wa khususan Syibah wali pula wisitik ketonggo al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta alaihim wa la'amta alaihim ila hadrat nabi al-mustafa sayyidina mulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi khususan al-habib ali bin muhammad habib ahmad bin ali bin ahmad abdullah bin talib al-atas bekalungan al-hadil habib ali bin Habib Umar Habib Tuhariyah Pekalongan wa ila haduti Al-Habib Bashim wa ila haduti Al-Habib Umar Tuhariyah Pekalongan wa ila haduti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Al-Fatiha Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Shirotol Mustaqim Shirotol Ladzina An'amta Alaihim Maghdubi Alaihim Waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السيف مشكورنا في المحمودة وأن يتبع عمل في الأعمال مقبولة وأن توجه في التوازن الخالص والرسالة الموصولة اللهم يمن إليك تجل الآمال فأدعو ظافرة وعلى باب إزاده تحضى شهاء منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد
محمد الذي عمت رسالة العالمين أنت صلي وسلم على تلك ذات الكاملة مستودع أمانة وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك الخصوص بشرف الأفخار في كل موطن من موادي القرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكيك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليك وعلى آله وأصحابه وأهل حاضر من أبابي اللهم إنا نقدم إليك جد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا ونقلبنا بجميل رعايتك وحسن وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وعلى الحبيب غايته وأن تتقبل منا ما ذكرنا فيه من نيتنا وأن تجعلنا من الحبيب من الحاضرين وفي ضرك به من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسلك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة والمؤملة وأن تجعلنا ممن أسد الحبيب ووزره وواله وعم بركاته الشريف في تهدي أولادنا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات واتم راية الدين القويم في جوضر منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واسد الله من كرمة المكروم واقض دين المدين واغفر وتقبل وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين وانتصر المعتدين وبسط الأدلى بذل في جميع النواحي والأقدار وأيد بدايين من إنت ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واخدم لنا منك بخير وصل وسلم على الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن المنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد